حسيت فرصة كبيرة ممكن استفيد منها كويس، وحقق منها حلمي ان انا عايز اعمل مشروع والشركة بتاعتي. النيكاثون هي مرحلة من المراحل اللي لازم اوصل اعدي بيها عشان اوصل لاخر الهدف اللي انا نفسي اوصل له، ده وهو ان انا اعمل سوشيال انتربرايز في مصر تكون بتخلق فرص عمل للناس وتكون بتحل المشكلة اوريدي موجودة في الميدل ايست كله. الموديل اللي احنا شغالين عليه دلوقتي بنحاول نوصل لفيتشرز دي نوع اسمها ديسك ستراكشر للكول ساين. You have to learn how to copy from something, يعني not stealing, but copy the concept that you have to learn how to transform it. ممكن to localize it and to see if there is a market for it and combine it with something you need. احنا عايزين نستثمر وننتشر ونلتقي بمستوى الخدمة، فبدل ما حد يقف في الطابور يكون دكتور يكون صيدلي يكون كبير السن محدش يقدره ويقف في الطابور بالزحام. الشركة اللي احنا عاملينها هي اسمها مهد البرودكت بتاع ناس موبايل. احنا أول حاجة احنا ليه أصلا اخترنا مجال اللايتنج سوليوشن؟ احنا قعدنا نبص لقينا في مشكلة في الأنرجي، لقينا إن في مشكلة في الطاقة، بالذات عندنا موضوع الكهرباء وقطاع الكهرباء والنور اللي عمال يقطع كل شوية، ده عمل لنا مشكلة كبيرة مش بس في بيوتنا، موضوع المستشفيات والدكتورات، لقينا إن المشاكل حتى طالت الأماكن زي دي، أماكن حساسة ما ينفعش يحصل فيها مشاكل زي دي. البروجكت بتاعي النهاردة هو كان فانس لوكينج أون ستيت ريالتي، تمام؟ أوكي؟ ده الفايس بتاعي المفروض عبارة عن كام؟ إجابة على السنة على الديمو يعني، سواء ما فيش وقت للديمو. هو الديفايس دوت المفروض ان هو يتوصل للكمبيوتر، بعد كده ببدا انا اعمل داون ساينز، فهو يترجم الساينز ديت لبودي فلوس. الايديا بتاعتي اسمها ريفيو، هي من كلمه برضه ريفيو نفس النقطه، بس كلمه يو في الكتابه معناها ايه؟ يو هو جيم. البروجكت كان عباره عن ان انا اتفق مع الناس اللي هي بتاعت المعلم ان انا اخد العملات دول وابتدي ادربهم واديهم بزنس اسيتس وكل سيميليشن مودلز اخليهم اكسبرتس في كل سبيشاليزيشن جوه الكونستراكشن اندستري وتعامل مع الكونتراكتور. مفيش وسيله تكنولوجيه او طريقه لحل المشكله ديت وزاوية كل المثل ديت الناس تتاكد ازاي وهم بيشتروا حاجه للمنتج فعلا. فيديو بتقدم ادفانسد ماركتنج تكنيك عن طريق فيديو ماركتنج، ويب ديفلوبمنت، ديزاين، سوشيال ميديا، اي كوميرس ويب سايتس. بنقدمها للستارت اب وبنقدمها للستور اللي ما عندهاش اي توابل في مصر. انا ممكن النهارده اخد انفست ممكن لا، بس انا مش فارق معايا، اهم حاجه عندي انه ايفر وينز هو فعلا يكون بيعمل حاجه عشان العالم العربي ده وعشان البلد دي. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الحاجات السلكت النهارده.